نهاية السنة ولا بداية السنة المقبلة نكون فتحنا رأس المال نتاع البنوك العمومية، نبدأ ببنك ولا اثنين اللي يحب يستثمر في البنوك يتفضل. أنا مادا بيا يكون فيه دم جديد حتى ينطلقوا بنفس جديد باش البنك يصبح حقيقة بنك يحوس على الفايدة نتاعو، ما يبقاش مجرد شباك عمومي. سي با اون كاس، سي با اون كيشي. ينسجم ويندمج في الحركة الاقتصادية. إذا أعتقد أن من نهاية السنة ولا بداية السنة المقبلة نفتح بالنسبة للبنك ولا اثنين ولا ربما ثلاثة نسبة 30% من رأس المال إلى القطاع الخاص. مليارات الدولارات اللي خرجت رانا نحاولوا بقدر الاستطاعة، تطلب وقت باش نسترجع الأموال هذه. فيه موافقة مبدئية تاع الاتحاد الأوروبي، فيه موافقة كذلك بالنسبة لبعض العقارات بالنسبة لبعض الدول الأوروبية في عمل ثنائي مع بعض باش نسترجعوهم. تتطلب وقت ولكن نسترجعوهم إن شاء الله. في الداخل أعتقد أن العدالة قامت بالدور تاعها واسترجعنا كثير من هذه الأمور هذه.